السلام عليكم وبركاته. انا وصلت المباريه. كمل انت المباريه وادينا رايحه لبيوسف واسلام وخوفه. وحشوني ما عادش قادره اتكلم، بس ايه هكمل فيديو في البيت عشان اوريهم الحاجات اللي انا جايبها لهم. عند تيتا والكتير بتاع الفرح بتاع اخويا محمد مصطفى. طبعا مد قدامي عشان رجلي وجعتني على ما تحت الكوبري. اه شايفين الطريق الصحراوي؟ شايفين؟ شايفين يا جماعة؟ شايفينه؟ انت معايا؟ معلش بصور نفسي من ايدي كده بالتليفون من غير السيلفي. بقى في البيت مش قادرة اتكلم بقى. اربع ساعات من حلوان نعرف منين، خدنا توك توك، رحنا ركبنا بعد التوك توك لحد الموقف بتاع الهرم، ومن الهرم للموقف بتاع اسكندرية، من اسكندرية لمدينة المنورية. شايفين الصحراوي؟ دلوقتي يكون جاي كده انا بصور المدينه تحفه جدا. اهو راحه بقى للولاد، وحشتوني عشان دار مع الكوبري. الصحراوي وبين جاي يعني المدينه بتاعتنا تجنن بالليل يا جماعه، والله العظيم تحفه المدينه. بسم الله ما شاء الله وحشتني ثلاث اسابيع. طبعا رحت قبل الفرح باسبوع واسبوعين بعد الفرح، والتليفون زي ما انتوا عارفين بتاع السنه، واللي بصور بيه تفريج جديد اللي ماما جابتهولي ومحمد اخويا ربنا ما يحرمني منه العريس، وهم جابولي بالقسط. ادفعوا القسط هم الاثنين بقى، هم قاريين مفيش دعوه. هم جابولي التليفون. المدينه هي شايفين، نازل بقى مع الكوبري اهو. هبص التليفون عشان كده انا ممكن من اقعد وانا بصور، وهنكمل في البيت بقى لما نوصل عند الولاد. لحظه واحده بقى، اول مركب التوك توك هوصل عند واد اكتر من فوق. انا دلوقتي طالعه السلم بقى عشان اشوف خلود ويوسف واسلام، وحشوني خالص. خليكم معايا بقى، دي طالعه عشان اعمل لكم المفاجاه دي. انتوا معايا اهو. تاني تلعيب تاني السلم بتاع شقتي. طبقوا شفتوها قبل كده اهو. وحشوني، انتوا كمان وحشتوني. السلام عليكم. يلا بقى نشوف عندنا في الشقة. بصوا هنا في عروسة هتيجي ان شاء الله، هبقى نشوفها مع بعض ونصور. اهو ما تشوف اسلام. اسلام اهو. حسبي بصور يا خلود. اسلام اهو. اشتري يا ماما. يوسف مش هنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني خالص. عاملين ايه؟ اهو انا وصلت الشقة. وصلنا اخيرا. مال يوسف فين؟ الله شو شقتي. خد منظماها ومروقاها. ثواني بقى نشوف يوسف فين وارجع لكم لحظة واحدة. فين حبايبي؟ وصلت البيت اهو خلاص. بس ايه خلود بس ايه نايمه زي ما انتم شايفين. بنوتي حبيبتي نايمه وحشتني خالص. لبست بقى الاسدال كده لسه جايه، مش لبس الاسدال بس تحجيبه. معلش بقى عشان هي شكلها وشها مضغط عشان هي صاحيه من النوم. واسلام وحشتني خالص. انا جايبه لهم هدايا ومفاجآت. بصوا هما جايبين لي ايه. يا ريت ما اعرفش هما جايبين، عشان انا هعيط مش قادره. استني نشوف هما جايبين لي ايه. طلعنا يا مصطفى ولا كده؟ كل مره بتطلع حته مني فوق وحته من تحت. وحشتوني وحشتوني. بيعملوها ازاي القلب دي؟ وحشتوني خالص. بحبكم خالص. والبيت وحشني وولادي وحشوني. بقولكم وحشتوني. انتوا ليه مش بتعجبكم فيديوهات خوخه بنت اللي بتعملها؟ الله. شايفين التورتيه اللي جابتها لي فلود؟ شايفين يا جماعه؟ اهي اهي. شكرا يا فلود. ليه كلفت نفسك يا ماما؟ انا ما كنتش هاجي والله، ما كنتش هاجي. كنا هنيجي بكره بس مصطفى قال لها يا ماما خلاص بقى، ما دامنا هنا نتكل على الله. صليت العصر والمغرب والعشاء قصرا وتكلنا على الله وجينا على طول. ايه رايك في التورتايه؟ انا كمان جايبه لهم حاجات حلوه معايا. واحده صاحبتي اسمها مديحه جابت الكنود بنتي، وهي طنط مديحه متشكره شفناها كده تشوف الفيديو. جابت الكنود الجديده ديت، هي اللي بعتها لك والله. ما حدش تاخد ثمنها اهو. بصوا جابت الكنود الحمار اللي هو السوري الطرح السوري، وجابت لي انا فستان. لا جابت لي انا التحليب دي. ايه رايكم يا جماعه؟ اهي مشغله اهي. هنشوف تنفع للشغل. خدها تاخد دي برضك. ودي حاجه جابتها لي وانا جاي. ايه رايكم يا جماعه؟ حلوه؟ لا عليا؟ ايه ده؟ اهو بصوا بقى الهدايا الثانيه. لا في حاجه بقى مضايقين بيها.
وجيت بقى يا جماعه، حتى ماما بص حطت لي في الشنطه ازازه ميه، غسلت وشي مرتين وشربتها ساعه من هناك من حلوان. وحشتوني يا جماعه، وحشتوني خالص، ولادي وحشوني. الفطير المشلت، الفطير الايه؟ الفطير الفرح. بصوا يا جماعه ده زي ما هو كان في الفريزر اهو، جبته. لازم ابو مصطفى يدور، لازم ابو مصطفى يدور جوزي. ده الفطير بتاع فرح اخويا اللي هي مامتها عاملاه وقرايبها، شايفين؟ فطيره جميله خالص، انا حاطه شوفوها. بس انا لسه ايدي بقى مش نظيفه ولسه جايه طبعا مش فاكره اي حاجه. وقرص ماما كانت عاملاها، جبت مصري من الفريزر، حبيت اعرف الحاجات اللي انا جايباها. وجايبه معايا عجينه الحواوشي، طبعا دي هنعملها فيديو مخصوص، جايبها من عند الجزار هناك وعرب جنين شارع غنوه محمد. الحواوشي ده انا عملته هناك وصغرت، المفروض ابني بوظ الفيديو، عشان كده انا اشتريت مخصوص للولاد. وجبت كمان معايا وانا اللي هعمل الفول من عند مين ياخد انت طبعا كل مرجب بقى مشهور هناك في شارع غني محمد في عرب غنيم. فبص فول خليتني شايلها من حلوان. اسم الشارع ايه يا ماما؟ شارع محمد غنيم. شارع غني محمد. وبص جبت ايه تاني عشان الحواوشي من هناك برضه. طبعا اهم حاجه انا عايزه اقول لحبايبي، دي بقى علبه كنت مديها ماما فيها كيكه، جبتها معايا اهي. بص العيش ده ايه رايكم؟ واو تحفه. ده بقى حوش نوت شمبانيه. دوت يا جماعه العيش بتاع حلوان اللي انا مره حاولت ان انا عملته، بس طبعا كان لونه ابيض. هي دوت العيش لما يكون دقيق وغامق بلدي بيطلع العيش دوت. دوت العيش الجميل بتاع فرن عرب غنيم، بس الفرن مش عارفه اسمها ايه، مش فاكره اسمها، عشان في فرن تاني عشان ما اكذبش بيطلعه اسمر قوي غامق ما يبقاش حلو. بص دوت وهي قالت الراجل بتاع الفرن يعني، واستاذنت واحده من اللي جابت عيش، بديت لي كمان عيش عشان يرضى يتفتح ويتعمل حواوشي. بس انتوا شايفين عيش طبعا ازاي؟ ده عيش عرب منين في حلوان اهو، مش بكذب ولا معمول مخصوص ولا حاجه، لا ده هو كان فيه كام رغيف كده مش قد كده مش هيتفتحوا. جارت ماما اللي جابت لي عيش الصبح بجنيه بديته لي مع جارت ماما عشان يجيبوا لي عيش ده حلو، عشان انا ايه طبعا ان انا هعمله للولاد هنا وجايبه لهم هناك. ودي كانت الحاجات اللي انا جايباها معايا من حلوان، وماما كمان جابت للولاد اهو. بس الناس بقى مفيش حاجه، ده هي تيتا ايه جابت قلت لها تيتا انا عايزه مليتين، انت اصلا مش بتفرشيهم، هما مليتين طب طبعا انا مش بتفكر حاجه في ولادي، قامت مدياني المليتين دول، واحده للفلود واحده للستريب يوسف ومستر. شايفين ايه رايكم؟ اهي جميله خالص ازاي؟ شايفينها؟ طبعا لما اعمل ان شاء الله روتين وافرشهم هتشوفوهم معايا. وانا كده افرشهم وانا اهو في الكيس هنا يا جماعتي. فاضي احنا سارقين وعندي تيتا عشان كده تشوفوا. يعرف ان هي ما تقعدش سالبه تاني في المحل. لا ما تقعدش ولا حاجه، هي قالت لي امبارح يا ماما انا عايزه الفول من عند ام رجب، وعايزك الشيبس مش عارفه ايه، وعايزك عصير ايه، وعايزه كيك ايه. فانا الصبح انا اخدتهم بدل ما افطر فيهم شلتهم مصراحه في الكيس للولاد هم. مستر اول حاجه الدكان بتاع ماما، اعتبر عملت حفله يا جماعه من دكان ماما وصورته لاني متابع قناه سوا فات في المطبخ في الفيديو ده. وبشكر بردك المره المليون والمره المليون الغد المشرك هبه حبيبه قلبي اللي هي كانت دايما بتشتغل في الفيديو ده. انا مش برده انا مسافره ومتشكره ليها خالص. اهو ادي الشيبس بقى، اهو ادي الشيبس بقى اللي كنت اخترتها اهو، جبت لها معايا البسكوت دوت شايفين من عند ماما واتأثر بيه بعدين استسلمت. والملبن اللي هو بالسلسل ده، الحاجات دي كانت ماما انا ببيعها في الدكان اللي بلاد هناك. طبعا انا توترت الدكان بتاع ماما، ادعوا لي بقى كانها طيبه وان شاء الله ربنا يسهل الحال، افرح ولادي وافرح ماما وكبر لها الدكان دوت. وبحبكم في الله وحشتوني خالص، يا رب الفيديو ده ما يكونش مزعج. انا حبيت اوريكم بس ان انا راجعه مصطفى متبهدله ازاي، وصوركم بقى ايه ان انا ايه جيت عند الفيديو وحشتوني خالص خالص خالص. بقول لكم استنوني 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 في الفيديوهات فاضي الحواوشي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.